جد ما هيتا جينا طلعني انا نحن نادرو على السياسه ما هيتا انا نادرو على السياسه اختي غريبي يلا دوك نديرو الاتحاد المغاربي قبل ما نادرو على البوليتيك. السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. اشا صباح السلام ورحمه الله، كيراك دايره؟ لاباس؟ لاباس؟ بخير صاحبتك كيراك دايره؟ كي مليحه؟ الحمد لله. انت؟ الحمد لله والله غير بخير، والله غير بخير. كيف الحمد راكم دايرين مع الشعب الجزائري في اسبانيا؟ انتم هم اسبانيا؟ وين هنايا في مدريد صراحة ما كايناش بزاف، ولكن الجزائريين اللي تعرفنا عليهم كاملين كانوا مزيانين الصراحة. الله يعمر السلعة، ليه احنا خاوة كنحبوا الناس ديال الجزائر. خاوة خاوة. خاوة خاوة ايه ما هنا في الاسترالي كيف كيف تزيرين ومغاربة بخير. خاوة خاوة يتجمعوا في القهوة كيف كيف، يعرضوا بعضهم البعض، يفطروا مع بعضهم البعض. انا نروح عند حبيبي، مغاربة عندي بزاف يعرضوني، بزاف يعرضوني مغاربة الفطور، يعرضوني العشاء في ديارهم، نروح نتعشى معاهم، نخرج معاهم، نروح للشوبينج معاهم، نسهر معاهم، زعما نروح نقضي معاهم كيف كيف. انا عندي صاحبتي في برشلونة عايشة مع جوج البنت وراجلة جزائريين، والله عمرها سلعة مزيان مع بعضيتهم. عادي، فحل راح حنا يا يا خوت. بحال بحال. لا لا ولا لا خوت، حنايا غير هذوك العصابة الحاكمة كي تعرفي الحكومة تاع الجزائر اللي يدعون يقولوا انهم هما حكومة، هما سيتان عصابة ماشي حكومة اصلا. باش نقولوا لهم حكومة ما نقدروش نقولوا لهم حكومة لانهم ليسوا حكومة، حنا ما نستعرفوش بهم كحكومة، هما اللي يبغوا يديروا الفتنة. راكي معايا؟ نعطيك مثال، بوتفليقة نورمالمون ما يجيش ضد المغرب، وبوتفليقة هذا الشكام هذا اللي ما عندوش على يحشم هذا الرخيص. هو تعرفي بوتفليقة 106 على بالكي؟ تعرفي واش معناتها 106؟ شنو؟ بوتفليقة قلت لك 106 على بالكي شنو معناتها يس، 106؟ لا انا ما كلام مش 106 بزاف. معناتها كيما نقولوا بطريقة زعما باحترام مخنث كيما نقولوا. كي نديروا لها التعبير المزيان نقولوا لها تخنث وكايكين يا زعما كوم كوا تاع بصح مي بوتفليقه. بوتفليقه سيتان دي يوث ما عندوش على يحشم، سيتان رخيص، وهو اصلا من وجده من المغرب. نومامو كي جابوه العسكر اول حاجه اللي يديرها يفتح الحدود لانه هو مغربي، نورمالمون يفتح الحدود، صح ولا لا؟ حاجة ما هي انا ما كنعرفش بزاف ديك الشيء الصراحة. الله، انا والله ما اللي سمعتش. يعني سمعت باللي كاينه شي المشاكل ما كان حتى مشاكل. انا شت اسمعي، نورمالمون من المفروض السلطه تكون للشعب، من المفروض السلطه تكون للشعب ماشي لفلان ولا فلتان، صح ولا لا؟ الشعب مع بعضه متفاهمين خاوه خاوه، طبعا. اللي راهم في الحدود عائلات، عائله واحده وفرقوهم، عاش واحد مغربي ولا الاخر جزائري. انا ما كنبقاش نسمعك بزاف، عرفتي؟ انت راكي خايفه من البوليتيك ولا ما كيش تسمعي فيا؟ باسكو راهي تكوب عندك، وهنايا راهم يبعثوا لي في الجروب بزاف، راهم يبعثوا الجروب على بالكي هما اللي راهم يكوبونا. بعثي لهم ميساج قول لهم ما تبعثولناش، انا نخيك قول لهم انا خرجوني من الجروب، خرجوني راني في اللايف وما مشي مليح، يبداو يبعثوا لي قولي لهم قال لكم خرجوني من الجروب ما تبعثوليش، باسكو هما اللي راهم يكوبولنا الكونيكسيون، انا تتقطع على جالهم راهم يدخلوا لي ميساج بزاف. الو سفيان، شكرا جزيلا. قلت لك شو جيت نقول لك،
قلت لك نورمالمون هذاك الديو تاع بوتفليقه نورمالمون يفتح الحدود باسكو الشعب راه متفاهم مع بعضه البعض، احنا ما عندناش مشاكل ما بيناتنا، والسلطه نورمالمون من المفروض السلطه تكون للشعب ماشي تكون لفلان ولا علان في كلتا البلدين. احنا بكل اختصار ما عندنا لا شرطة لا مخزن لا سلطة لا والو، احنا عندنا الصفارة. شفارة هذيك هي اللي يا قلتيها انت كي شغل باختصار، شفارة كلارو عصابات زعما كي تقدر نبغوا تسميها نسموهم، كي نبغوا الضباب نسموهم عصابات بطريقة كلارو لا بيضوا الشفارة، الحرامية شفارة اسمعي اسمعي هذه الشفارة كي شغل راكي طيحتي لهم شوية من قيمتهم، خلي نطلعوا لهم النيفو شوية ونسموهم عصابات، وهما سيتان حامير على بالكي، هما مام با ما قراوش ما يعرفوش يقراوا، انا نحكي لك على العصابه اللي تحكم الجزائر ما قراوش ما مش قارين. انت شتي في دوله، في دوله يقولوا 98% مسلمين وبو تعويقه، ولا مثلا نعطيك مثال بنغبريط تحارب في الدين سون بيتي، صح ولا لا؟ ما كاش واحده تحارب بالدين كيما وزير التربيه. المهم بنغبريطي ما تعرفيهاش، هي عندها اسم، اسم تاع بني صهيون، تاع بني صهيون عندها اسم شويه يهودي وتحارب الاسلام سون بيتي. انت كي تشوفي رئيس وزراء في دوله مسلمه ما يقدرش يفرق بين شعر وبين قران، تقبض الطفل يقرا في السنه الاولى في البرايمري سكول في الابتدائي تقول له هذا شعر ولا قران، يقول لك هذا قران وهذا شعر، السيد مام با ما يفرقش. طبعا. وهذا الشيء هذا كامل علاش كيوقع؟ شنو هو السبب ديالو؟ السبب نيكي يعني ديال كيوقع هذه الحالات، هذا كم كي طيحوا في شغل هذه الحالات؟ بعدنا على ربي سبحانه، بعدنا على ربي سبحانه، وكي شغل وتبعنا عصابة تحارب في الدين وتحارب في الشعب وتحارب في كلش، وهذه هي من ناس رانا هكايا كي شغل رانا في الذل عايشين وصاي بارت، ماشي غير تزيرين كي انا كي نحكي على تزيرين انا نهضر على مغاربه ونهضر على التوانسه ونهضر على الليبيين، كيف كيف نفس الشيء، نفس حاشاك حاشاك وحاشا قدرك، نفس الخارة كما يقولوا نفس الخارة، وما سيتم فاكن عصابه وخلاص. ايوه الله يبعدنا عليهم، الله ستعمل يبعدنا الله عليهم، يغلبهم بالحق. الله ديك الشيء يبعدهم يعني عليهم. ما واخا كنظن نهضروا فيه ونادك، راه ديك الشيء ما يغيروش حتى شي واحد، فهمتي؟ لا لا هذه المرة نغيروه احنا في الجزائر، لأنه الشعب عندنا 48 ولاية والشعب كامل خرج، واحنا نأمنوا بالتغيير، نأمنوا بالتغيير السلمي، نأمنوا به وراه وصل، وكنا من سنين نستناو فيه، وكنا نهضروا 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 في مقالات وكتبنا منشورات وهذيك على، ونستناو في هذه اللحظة في هذا اليوم اللي رانا فيه يوم الجمعة، باسكو اليوم يخرجوا في بارتو في 48 ولاية يخرجوا برا للشارع مظاهرات سلمية وقانونية ويشوفها العالم كامل، هذه حاجة مليحة كي شغل الشعب وصل يوصل صوته بالسيف، كي شغل بالمارطو بالسيف عليهم، فهمتيني؟ بوخشبة ما عندكش كاميرا اخويا بوخشبة، فهمتي يا بقبابك؟ فهمت ورانا منك. هذه هي الدنيا، ورانا نتعلموا من بعضنا البعض، وكما قال لك تعرفي معاد الحقد تعرفيه؟ لا والو، كتبيه في اليوتيوب، هو مغربي كي غني يقول عاش الشعب، عاش الشعب. انا هو نشوف معارض، معاد هو معارض للعصابة الحاكمة في المغرب، هو معارض للشفارة. انا نشوفه. شنو قلتي لي؟ اه معاد شني معاد الحاقد الحاقد بالي عنده بعد غناية نشوف زبينين، عنده غناية زبينين، معاد الحاقد، بس نكتبوها تاني ستيل تعرف شكون؟ كتبها ماشي فعلا. يجي نكاز، يجي نكاز وعشرة من نكاز. الانتخابات ليست الحل من الاخر.
المهم دوك نطلع خاوتي، كل واحد يهدر وكل واحد يعلق، وعلق اللي راه يعلق يعلق، اللي راه يهدر يهدر، يفرغ واش كاين في قلبه. المهم نقعدوا في 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 الموضوع، ما نخرجوش من الموضوع خاوتي، بارك الله فيكم، باسكو رانا نهضروا بوليتيك، ماشي من بعد واحد يجي يسقسينا الفيزا. الله يحفظكم. اكتور ما عندك، اكتور دي زاد ما عندكش كاميرا؟ دوك نبدا نطلع بالواحد خاوتي، صبروا دقيقه برك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حمزه صافا؟ واش راك خونا؟ لاباس بخير والله الحمد لله. الحمد لله. انا تبان لي قلت لك راهم يديروا في التفريقه، وحنا لازم ذروك نبقاو خاوه خاوه. حمزه ماهوش وقت تاع طوطو يكلاشي في دي زاد، دي زاد يكلاشي في فلان، فلان يكلاشي في رشيد نكاس. صح ما لهاش في وقتها. صح. رشيد نكاس دار قلبه، ربي سال عليه، هو يتحاسب عليها. راك معايا؟ ما تجيش دروك تقول لي رشيد نكاس هذوك نشكي به. روح اشكي، روح انا رشيد نكاس اشكي به الا سرق لك صوالحك. بس انا كانسان ماي اوبينيون تخمامي كيفاك معايا. روح اشكي بشا. انا جامي شت واحد في الجزائر رفض شكوى وقدمها للمحكمة ضد شاكيب خليل كي سرق دراهم، ضد بهاء طليبة كي جابوه من تونس، ضد بوتفليقة كي جابوه من وجدة وداروه رئيس. انا جامي شت واحد دار ضد الفساد، ضد انا جامي شت واحد دار شكوى. وعلاش راهم يديروا في الفتنة بين الشعب بلا ما يشعروا؟ واك معايا؟ كيما ديزاد طوطو ديزاد زعما انسان الله يبارك، زعما انسان موالف يهدر، يعرف يهدر، يعرف يوصل الفكره للشعب ومنه وكاع كاين هي. مي كونك عقلاني، خمم بمخك، ربي عطالك عقل. دوك انت كي تروح تكلاشي فلان اللي يولي يتبعك يبدا يكلاشي هذاك الانسان، واللي يبدا يتبع رشيد نكاز يبدا يكرهك انت، ومن بعد كي تولوا تتكالوا مع بعضكم البعض. وحنا رانا في صح. في وقت ايام وقت الوحده، وقت الوحده في وقت الوحده، ماناش في وقت التفريقه. ومن بعد هضروا على النكاز، خلوا كي تطيح العصابه الحاكمه، كي تسقط العصابه الحاكمه من بعد نهضروا مع نكاز. يا نكاز على درت هذا القالب تاع الميكانيسيا؟ والميكانيسيا انا بالنسبه لي كانسان جزائري حر. راه عندك، راه اسمح لي، يا اسمح لي نصرو نصرو، راه عندك شويه الانترنت نقص، الله اعلم ما يتكوب شويه، ولا راك مقرب الباف بزاف لفمك، راه شويه نسمعوا فيك شويه ماشي نورمال. اي خلاص دوك راك تسمع فيا نورمال؟ راك تسمع فيا؟ دوك راك تسمع فيا؟ راه شويه تتكوب شغل الهضره تاعك تتقطع شويه. السينيال باسكو ما يبغوش الحقيقه. راهم بزاف لي لايف، وعلى بالي على بالي السينيال، وراهم بزاف لي لايف، ومكاين بزاف لي لايف. ما الله يسهل على لي لايف. انا ما روحتش، ماني نروح نشوفهم، ماني نحوس عليهم، انا ما يحوسوش عليا، روحي بعدوني ياك فاهم. انا مانيش، انا ما جيتش باش نضرب في كلمه الحق خويا، راك تهضر في كلمه الحق. انا ما جيتش نكلاشي فلانة. حنا جيت نقول باش حنا نكونوا خاوه خاوه، انا ما جيتش نكلاشي الناس. بصح كونك عقلاني يا طوطو، خمم براسك. راك معايا؟ رانا في وقت الوحده، لازم نكونوا خاوه خاوه. نكاز نهضروا عليه في وقت واحد اخر، ماشي دروك، ماشي دروك، باسكو هذه فتنه بين الشعب بلا ما تشعر. روح كلاشي فلان وروح كلاشي فلتان، شنو هذا التمسخير هذا؟ كلاشي الفساد، اهدر على السعيد بوتفليقه اللي قلت عندك. راهم يقولوا لك اهدر بشويه ناصر. ناصر راهم يقولوا لك اهدر بشويه، راه خشري الهضره يتقطع. عمي هضره يقولوا لك هاوليك اولادي سر سعادتي منا. ايه تقلق، نتقلق انايا يعني. نكذب عليك كي نشوف هذو الصوالح نتقلق. راك معايا؟ كي شغل نزعف ما نبغيش. انا نبغيهم يكونوا خاوه خاوه حمزه، ما نبغيهمش يكونوا متشتين ومتفركتين ويخلوا العصابه دير واش بغات. العصابه غير ينتخبوا تقول للعالم باللي شوفوا راه كاينه انتخابات وراه كاينه تشكوبي، وهي تبقى تحكم تحكم، العسكر يبقى يديروا لهم في القوالب، يديروا لهم في القوالب وكاكينيا، ويضربوا هذا بهذا ولحقوا وين وصلوا. على حساب واش ما شت لي لايف هذه السمانه. انا شتني هذه السمانه ما بغيتش ندير لي لايف، ما بغيتش ندير لي لايف باسكو وليت نشوف في التفاهات. راك معايا؟ اللي كانوا مع رشيد نكاز دايرينه بطل، ولا رجعوه خاين الوطن وخاين الشعب وخاين منا وخاين منا. المهم هو دار قلبه، قلبه ما مشاش، وقلبه يخدم العصابه الحاكمه اكثر من اللي يخدم الشعب. باسكو بطريقه غير مباشره، بطريقه غير مباشره وبلا ما يشعر هو. وهذا انسان، واي انسان يغلط حمزه. راك معايا؟ صح. اي انسان صح. يغلط، والانسان كي يغلط ما نحاسبوهش. دروك رانا في
شعب ضد عصابة حكيمة، رانا في فايت 40 مليون ضد كمشة من العصابة، هذه هي كمشة الهضرة، هذه هي الهضرة، هذه هي الهضرة، هذه كمشة. هي الهضرة. كيفاش هما قدروا يتغلبوا علينا؟ من الستينات هما متغلبين علينا بالفتنة، يضربوا هذا بهذا، يضرب قبايلي والله باب صح، عربي، عربي بقبايلي، شاوي خاوتنا بمزابي. البارطاج، خاوتنا البارطاج، بارطاج خاوتنا باش نقدروا نلحقوا الصوت تاعنا لخونا ونخلوا 48 ولا يسمعونا. خاوتنا البارطاج، رانا في 350، ديروا لنا سمعتني؟ البارطاج نولوا في 1000 2000 هما كيفاش هايا كاع. ربحونا؟ انا وليت نشوف فيها يا حمزه اخويا، وليت نشوف فيها راه كيف كيف، ما مضروك في لافير تاع رشيد نكاس، داروا الفتنه بين شعب كاينة وشعب، وهما كاينة نفس كاينة الشعب، معها. وخرجوا نفس المظاهرات، وكانوا يد واحده في المظاهرات، وكانوا يندوا كاع كاين باسقاط العصابه الحكيمه. ومن بعد كي يضربوك فلان يقول له اه انت يا البارح كنت تهضر على رشيد نكاز، اليوم على ما هضرتش. احنا رانا في ذي الهضره دروك، احنا رانا في اسقاط العصابه يعطيك الحكيمه، الصحة، ماناش فيها يعطيك الصحة، فلان وفلتان وعلان يعطيك وعربي الصحة. زيطوط. العربي زيطوط ما شاء الله ناس ضيع ملاح، الطاقة، انسان العربي زيطوط انسان ناس اسمع ملاح. ايه انسان ناضل من مثقف، 95، مثقف، عنده كاع مستوى، الناس عنده يشهدوا مستوى. له، الناس قاع يشهدوا له. سبحان انا الله، نشهد له، سبحان الله. انا نشهد له، فايت 10 سنين وانا نتبعه وتعلمت منه وحل لي عينيا في بزاف صوالح راك معايا، وتواصلت معاه حتى في البريفي، تواصلت معاه حتى في البريفي، واعطاني مسكين بزمانه، اعطاني زعما وقته، وفهمني في شي صوالح ما كنتش فاهمه متواضع، وربع متواضع، كيمياء. الله يبارك، انسان متواضع. متواضع الله يبارك. انا ما نكذبش عليك، انا واحد من الناس ما نحمل حتى واحد يهدر عليه، من حقك، من باسكو حقك. انا نشوف فيه قدوه ليا واستاذي، راك فاهم، انا هكا نشوف فيه، رايك، نشوف فيه رايك، رايك، بطل، رايك، نشوف فيه رايك. بطل انت راك راك في معايا. الميدان، راك في الميدان، هذا ايه السياسي، ولا بالك واش كاين؟ هكا هكا يصرع بين الشعب وشعب، هذا يبدا يكره هذا، اللي يأيد رشيد نكاز يبدا كيما الشيات والاحرار، كيما الشياتين صحاب الكاشير والاحرار، على بالكش هذا ما عيطوا لها يقبل هذه، هذا. على بالكش عيطوا لها نصروا، هذه فتنة، عيطوا لها هذه سياسة فتنة، فرقت، فرقت اسود، فرقت عقلية اسود، فرقت اسود. هذه سياسة فرقت اسود. وحنا هذا هو الشيء اللي البياج اللي ماناش باغي نطيحوا فيه، ولازم دائما ندو سلمية سلمية، وخاوة خاوة، وما يهمنا لا رشيد نكاز ولا غير رشيد نكاز، لأنه هذه قضية، قضية وطن، مش قضية شخص يا ناس. المستقبل راك تاع معايا ولا خاوتنا مش معايا؟ ولولادنا، خاوتنا الصغار، سي نورمال، اني معاك. المستقبل تاعنا لو هذا. تقعد هذه العصابة والله ما نزيدون نخرجوا من التخلف، ومشي حنايا، حنايا نقولوا بات فينا وخرجنا وهربنا بجلدنا، اولادنا واولاد اولادنا والله غير لا زادوا تغبنوا، والله غير لا عاشوا صح، كالعبيد عند العصابة الحاكمة، كيما حنا بغاو يعيشونا عبيد عندهم، ولكن كاين اللي فاق ما قدرش ما يخليهم هذاك يعيشوا تاعنا، هذاك كالعبيد. تاعنا يا كان يا ادمين. والله لو كان عرف روحي نجيب حاجه ماشي مؤكده، ما باش نخمم، نخمم قبل ما ندير حاجه. صح، ندير حاجه كوميك، معناتها كاش امور سياسيه ومام طون مضحكه باش الناس تضحك تتبسم، يعني هم يضحك وهم يبكي ونمدوا المعلومه. احنا قادرين، احنا دكا ما باليش، وحنا كون نشرب ما باليش. هذه بلادنا، سواء نكون في الخارج سواء نكون هنا في الجزائر، في الجزائر نفس الشيء. انا نبقى جزائري، ندافع على بلادي وين نكون، هذه بلادي. كي شغل كوب دي موند، كوب دي موند بلادك تخرج تروح معاها. بصح انا ايه كي نكون انا في الخارج ولا في الداخل، نهضر، نهضر على بلادي. انا تاني انسان فيها، بلادك ماشي وحدك انت. انا ربي عطاني رزق في الخارج، باش تجي انت تحرمني منه ولا تقول لي ارواح ودين؟ انت ما تعرفش سيتياسيون تاعي، ما تعرفش انا كيفاش راني. هذه اول حاجه. وزيد ثاني حاجه، البروبليم ماشي كاشخاص، البروبليم راه مشكل بلاد، هذا وطن، هذه بلاد ضحوا عليها الشهداء، هذه البلاد لازم نوقفوا وقفه. نعطيكم مثال، انا نشوف بعض الاشخاص يجي لك يقول لك تخلطت في شامونافا، هاك شوف الفيديو. اخي هذه تخلطت في شامونافا، هاك شوف الفيديو. راك تدعم في الدوله انت، راك تدعم في العصابه، راك واحد تمد قال لك، اوكازيون النهار واحد باش يخدموا قال لك بك. اللي راه يهضر، قال لك اللي راه يهضر نعم، وجهه ثاني ما كاش، مازلنا نهضروا على وجهه، وقع هضرنا عليه وهضرنا عليه ذاك اليوم، ووراكم وجهه، بعث لكم تصاوير في الفيسبوك، ودارهم في الباجا الله، تصاوير تاع فيغورتو تاع وجهه، وقال لكم انا شكون، وعرف بنفسه، ومازلنا نهضروا على هذا شكون. الله تبقى حي، الله تبقى حي. شفت كيفاش يخرجوا من الموضوع؟ حنا عندنا بروبليم تاع ثقافة، بروبليم تاع تربية، تاني بروبليم تاع ثقافة وتربية. باسكو علاش خدم مخك. التربية واش دير؟ تخدم مخك، ما تتعصبش. انسان ما دارش حاجة مش مليحة في حياته، كوبا ننتقدو حتى ناكلو لراسو، كي ننصحو ما نعرفوش ننصحو.
طب حنا رانا نشوف، وحنا انا واحد الضيق اللي كنشوف بعض الشباب في فيسبوك يبارطاجي نيمبورت كوا، دير نقطه ونقول لك يما كي دسمينه ولا قصيره، اسمك ورقم ولايه، شكون مازال سهره معانا، نيمبورت كوا، تشوف واحد لي شوز راسك يحبس، حنا نوعيو فيهم نقولوا لهم. هذا لتكسير الأمة الإسلامية، هذا لتفسيد يعطيك الأمة الصحه. الإسلامية، ما يهدروش كاع في الفايدة، وتشوف صورة فوالا. قرآني بيبليوم والله ما تصير فيها 50 لايك. والله هم ولو كان او ما يعرفوا مام هذوك اللي ينشروا امور دينيه، ما يعرفش ما با ينشر، ابعتها لعشرة اشخاص، ولا باريزونت لو كان ما تبعتش بسم الله راح تموت غير غدوه على الساعه 3، نيمبورت كو والله غد نيمبورت كو، تبقى حاير ولا تبقى حاير، يا سبحان الله شاقه بس. قال لك محمد فؤاد، ما فائدة هذه الجلسة؟ فائدة هذه الجلسة التوحيد، والجزائريين مع بعض خوا خوا هاك معايا، فوالا وتفطين الحمير باش يفطنوا وباش يفيقوا، الحمير فوالا أصحاب الكاشير هذوك باش يفيقوا يفطنوا ويعرفوا باللي راه يدير في حاجة زبالة، راه يضرب في الشتاء، راه نكملهم عبيد عبيد عند نكملهم العصابة الحاكمة. النقطة، فوالا نكملهم النقطة خوتي. كاين بعض الناس داروا يعني داروا طلب سكن، يعني داروا دومون تاع سكنة، والسكنة تاعهم موتة تسير بال ماكسيموم 5 سنين، عطوها لهم على 25 سنة، وبداو يزغرطوا. تحية يا سيدي الرئيس، ما كاين سيدك، سيدك هو ربي سبحانه، ربي سبحانه نحلكم التقديس بصورة تقراوها يوميا في الصلاة تاعكم، في آية واضحة بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، كلش واضح كي الشمس، ومازال الناس تعشق العبودية. نزيد نقول لكم حاجة، بعض الناس يقول لك بوتفليقة دار وخدم، أخي نعطيك مثال، دير عملية حسابية، قلتها لكم في الفيديو ديك، نعاودها لكم دوكا، نعطيك 100 مليون وأنت لي بروجي عندك 5 بروجي بهذوك نعطيك 100 مليون حطهم عندك هكذا ضامنك في الخزينة، أنت واش تروح دير؟ تروح دير 5 بروجي يسقاموا 40 مليون، وتدي 60 مليون وزيد دوموندي لي 40 مليون واحد اخر، يسمى يولي 140 مليون، تسمى انت كديت 100 وهذيك ال 100 انت ما تسال فيها ما سرقتها، وهذوك لي بروجي ما تكملوا في 5 سنين، انت يا 12 سنه مازال ما كملتهمش، مع انت سرقت ماشي خدمت. هذا الناس الاغبياء اللي ما يعرفوش، والناس اللي تعشق العبوديه، والناس اللي تعرف غير تنتقد، والناس اللي تعرف غير تهضر باش تهضر. لازم يا انسان دير قيمه روحك، تقيم روحك، تعرف انت بلي انسان خلقك ربي، ما في كوتي دين، ربي يقول لك تاملوا في اياتي تدبروا في اياتي، القران ماشي تاعهم. اوكي صح، دي فوا تروح لاهل العلم، ورانا شفنا ربي راه يكشف لنا في بزاف امور عند الناس. بكري كنا كي تحط حاجه يقول لك ايه رفد الساشي تاعك ماكش السعوديه، ربي ثبت لنا باللي البشر يبقى بشر ويغلط ويدير كلش، وبين لنا ان ساعود شكون هم باللي من اصل يهودي، وخلي وخلي داكور، هذا الصوالح كامل راهم يبانوا لكم بالشرع الله يا الاحباب، ما كاين حتى حاجه هي مخبيه. اوكي حنا يا حبينا الناس، حنا عندنا افكار عندنا معلومات، حبينا نخرجوا الناس من العبوديه، مانيش حابين الناس يبقوا في العبوديه تاعهم في الغباء وفي الجهل، فوالا حنا ما نكرهوا حتى واحد، كابا دوكا نحو الفيديو ما نهضروا مع حتى واحد، كل واحد يدبر راسه كاش معلومه، من ما داش النصيحه من ما داش. اوكي لا خير في قوم لا يتناصحون، يا سبحان الله رانا في بلاد واحده، رانا خاوه ويد واحده، دوك حنا لو كان رانا نطيحوا ولا نديروا في الخماج ولا نجيبين مره نعرفوا فيها هنايا بالك تجوا تسبونا، بصح حنا خاوه اوكي، وانا راني في الجزائر، وناس راني في الجزائر. ونزيد نقول لكم حاجه، نوصيكم غدوه ان شاء الله ربي يحفظكم، كل واحد ما بين زوج ثلاثه ما بينش اللي عنده سفاره في الدار يديها مع 5:30، سي بون مظاهرات، ما نروحوا احنا في الجي ان شاء الله نخرج غدوه، ما نروحوش المراديه. اوكي هذا ما كان، وخوا خوا مع لابوليس مع الشعب وكلش، كاين ناس، كاين عندنا كفاءات في الجزائر وعندنا كفاءات في الخارج، ان شاء الله يسقم حالنا، وكفاءات لهم في الخارج كاع نجيبوهم ونعطو لهم كاع واش يسحقوا واش لازم، وتغير البلاد. علاش انت ما ديش لافينير تاعك؟ علاش انت كيف واحد يحب يخلي تبقى اخته بلا زواج؟ يا سبحان الله كل عائله فيها زوج بنات ثلاثه بنات، ما بيش بدون زواج، هذا الشيء ما ياثرش فيكم، سبحان الله ما تغيروا شويه. يأثر وديجا أوف نقول كورس لكم حاجه، يأثر. فوالا ديجا حنا رانا تغيرنا شويه، رانا تغيرنا شويه، خرجنا وانا ما كسرناش، وانا بالعقل، التغيير يجي بالعقل، ومن بعد كي تولي العداله في الجزائر تغلط تخلص، دير كاش حبسه ماشي بيها تخلص، القوانين عندك انت عمك بلي عندك ثروات في البلاد، اطيح ام بان ما تضيعش بلادك، هذا هو الخير، الخير تاعنا احنا اللي ما ديناش ان شاء الله يولي صبرا جميلا، ولكن نبقاو دائما في السلميه تاعنا، نبقاو دائما ما نتقلقوش، ما تتكلوا لا على نكاز على بوتفليقه لا محزن، تتكلوا على الله عز وجل، وربي كي يحب يخرج عبد من عباده وشغل يخليه يكون سبه في تغيير بقوانين بافكاره، باسكو هذه الدنيا فوق الارض، هذه لازم الارض ربي يبعث لها عباد
سبيسيال كما تقولوا يولي عليكم هكذا، حنا نكونوا ملاح، ربي ان شاء الله يرزقنا براجل مليح. تفضل خويا نصر. اللهم آمين إن شاء الله، ربي يرزقنا براجل مليح. كي قلت هذه كلمة كلمة طيبة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.